السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا لليوم عن منصة كل حد فينا يستخدمها وهي سناب شات. راح نعلمكم كيف تحمون خصوصيتكم في هذه المنصة. سناب شات من المنصات الأكثر انتشارا في الإمارات، ولكن في الفترة الأخيرة بتلاحظون أن في اختراقات زادت، وبخبركم كيف. الشخص اللي تعرض للاختراق بيطرش لك على الخاص لينك وبيقول لك أن في عدسة جديدة وقول لي إذا هي حلوة ولا لا، أو أن يطرش لك لينك فيديو، أو أن يقول لك طرش رقم تليفونك عشان نضيفك في جروب واتساب. ومن تطيح في الفخ بدشون على حسابك وبيكون عندهم صلاحية على كل الصور المسيبة في الموريز، ويقدر يشوف المحادثات اللي بينك وبين ربعك، وإذا كانوا مسيفين الصور راح يكون في احتمال أن يهددونهم بالصور هذه. فانتبه، لأن أنت المسؤول عن خصوصيتك وخصوصية غيرك على هذه المنصات. خلونا نخبركم كيف ممكن تحمون خصوصيتكم على هذه المنصة. ولتأمين حساب سناب شات ممكن نروح في السيتنجز وبعدها تو فاكتور اوثنتيكيشنز، ونفعل خيار الاس ام اس فيريفيكيشنز عبر ادخال رقم الهاتف. عندنا ايضا الريكفري كودز، ندخل عليها ونضغط على جنريت كودز، ومن خلال الاكواد هذه راح نثبت ملكيتنا للاكونت في حال تم اختراق. واذا تعرضت للاختراق نبه ربعك واهلك وكل اللي ضايفينك في الحساب انه تعرض للاختراق، ولا يستجيبون لاي شيء يوصلهم منه، وبلغ سناب شات على اساس يسترجعون حسابك. نتمنى انكم استفدتوا من حلقتنا اليوم، وتابعوا قنوات هيئة أبوظبي الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي.